لو انت عندك طابع كانون بيكسيما جي 3420 او جي 3460 في حلقة النهاردة تهمك جدا. وحلقة النهاردة عبارة عن انك هتقدر تغير اسم الطابعة اللي موجودة في الشبكة، يعني بدل ما هي اسمها كانون جي 3020 تقدر تغير اسمها للاسم اللي انت عاوزه. فاول حاجة هنعملها هنشوف اسمها قبل ما تغيره، وهنطبعه على الورق ده عادي جدا، تمام. هنيجي هنا عند زرار المفك والبنز ضغطة واحدة كده، ثم نختار تاني اختيار ديفايس سيتنجز، ثم نختار لان سيتنجز، ثم هنختار برنت لان ديتيلز. اوكي، هيطبع لك ورقتين. اللي تهمني بصراحه الورقه الثانيه، او زي ما شايفين كده رقم 5، تمام. اذر سيتنجز ومكتوب هنا اسم برنت راوت، عايزين نغيره ونكتبه بالاسم اللي احنا عايزينه، بحيث ان مش كل مره هنختار جي 3020 سيريز. يعني اي حد هيحب يشبك بالبرنتر هنقول له اختار اسم الشبكه كده وندخل الباسورد بتاعها. يعني على سبيل المثال اسم البرنتر موجود قدامنا اهو، اللي هو اوله دايركت، بعد كده حروف على رقم، بعد كده جي 3020 سيريز، عايزين نغيره بالاسم اللي احنا عاوزينه. انا بس بوريكم الاسم قبل ما اغيره عشان بعد ما يتغير هيبقى عامل ازاي. يعني بعد ما يتغير هندخل على القايمه دي من تاني عشان نتاكد من ان هو اسمه اتغير، وكمان هنطبع ورقه بعد ما نغير الاسم. فيلا بينا نروح للبرنتر ونتبع باقي الخطوات. فيلا بينا هنيجي هنا ونختار المفك والبنز ده، تمام. ثم نختار تاني اختيار ديفايس سيتنج، اوكي. ثم نختار لان سيتنج، اوكي. ثم نختار وايرلس دايركت، اوكي. ثم ضغط اليمين كده لحد ما يجي لك اختيار تشينج نيم اس اس اي دي، اوكي. ثم هنختار مانوال سيت اب، تمام. هنختار اوكي مره ثانيه. اهو زي ما انتم شايفين اسم البرنتر في الشبكه زي ما هو واضح قدامكم كده. هنمسح كل الحروف دي او الاسم بالكامل بالسهم اللي ورا ده اهو، 1 2 3 هات نمسحها واحده واحده كده اهي، وتكتب الاسم اللي انت عاوزه. طبعا بنختار الحروف بالاتجاه اليمين والشمال، اللي هو اي بي سي دي اي لحد زد، بالاتجاه اليمين والشمال. طبعا انت عايز تكتب الحروف كبيره او صغيره، فلازم تغير الحروف من كابيتال لسمول من خلال انك تضغط على زرار المفك والبنز ده. ضغطه كده اهي اتحولت لكابيتال، يعني كده كل الحروف هتتكتب كابيتال. ضغطه اتحولت لارقام، ضغطه اتحولت لرموز اللي هو اندرسكول وات وكده، يعني ضغطه رجعت لسمول تاني. فانا مثلا هكتب بالحروف الكبيره والصغيره الاسم اللي انا عايزه، والاتجاهات دي بتختار من الحروف بتظهر هنا اهي كده. عاوز حرف الاتش، انا كده اخترت حرف الاتش، هنختار اوكي كده اهي نزلت اتش، بتمسحها بالسهم اللي ورا ده، تمام. عاوز الحروف الباقيه صغيره او ضغطه كده، كمان واحده كمان واحده اهي بقت حروف صغيره. اختار حرف الاي يبقى اوكي. عاوز حرف الام، امشي كده لحد ما يجي حرف الام اهو اوكي. عايز حرف الاي، ارجع تاني لحرف الاي. عايز حرف الدي اهو، امشي حرف الدي. عايز حرف الاي كمان واحده اهي، تمام. عايز اكتب ارقام مثلا، يبقى هنا نحولها لحد ما يجي اهو رقم. عاوز اكتب مثلا رقم البرنتر مثلا 30، نختار رقم 4 معانا، هنختار رقم 4 3400، نختار 2، نختار الزيرو. وطبعا انت ممكن تكتب اسم الطبعه زي ما انت عايز بس باللغه الانجليزيه، ما فيهاش لغه عربيه. وبعد ما كتبنا خلاص كل حاجه هنثبت صباعنا على الزرار الاوكي ده كده اهو بالطريقه دي، ثبتت صباعنا اهو، هنختار يس، تمام. وبعد كده بنختار اوكي اهو، بيقول لك بروسيسنج يعني جاري المعالجه. عايزين نخش نتاكد كده اهو تاني مانوال اهو، الاسم اتثبت زي ما هو، تمام. هنرجع خطوه لورا، عايزين بقى نغير كلمه المرور، هنمشي كده تشينج باسورد، اوكي. نختار انتر مانوال، فبتختار الباسورد مثلا يبقى سهل معاك، يبقى ايه مثلا اخليه حماده، تمام، بس الاتش تبقى كابيتال، او اهم حاجه تبقى اول حرف يبقى كابيتال والباقي سمول، وبعد كده ارقام. هو انا هسميه مثلا اهو اتش، الباقي سمول بقى
وباقي ارقام كده، واحد اثنين ثلاثة، ونخليها مثلا في الاخر دي الاتش تبقى كابيتال كمان. يعني مثلا الاول كابيتال، بعد كده الباقي سمول، بعد كده ارقام، بعد كده اخر حرف يبقى كابيتال. بعد ما خلصنا خلاص هنثبت صباعنا كده على الزر ده كده اهو، هنختار ايس، وانا بيقول لك بروسيسنج يعني جاري المعالجه. اول ما تظهر لك الرساله اللي قدامك دي معناه انك غيرت اسم الطبعه والباسورد بنجاح. طب عايزين نتاكد اكتر ان هي اتغيرت، هنرجع خطوه ورا كده كمان واحده، ونروح على لين سيتنج، ونروح على برنت لين ديتيلز. اوكي، هيبدا يطبع لك الورقتين اللي انا طبعتهم من شويه اللي كان فيها اسم الطبعه قبل ما يتغير. طبعا سيبك من اول الورقه دي مش محتاجينها، الورقه الثانيه هي اللي محتاجها. او زي ما انتم شايفين رقم 5 هي مكتوب عليها دايركت حماده جي 3420، تمام. ولو طلعنا فوق كده اهو مكتوب اس اس اي دي اهو دايركت الاسم بالظبط اهو، وتحتيها الباسورد اللي انا كتبته دلوقتي حالا. تحتيها ايه؟ الباسورد اللي انا كتبته دلوقتي حالا. لو جينا في الورقه قبل ما اغير اهو زي ما انتم شايفين كده اهي تحت كان ده اسمها اهو جي 3020 سيريز، دلوقتي بقى اسمها دايركت حماده 3420. طب عايزين نشوفه في الشبكه عامله ازاي، تعالوا نشوفه مع بعض. اهو زي ما انتم شايفين دلوقتي بقى اسمها في الشبكه دايركت حماده جي 3420 زي ما انا سميتها. هختارها كده، هيطلب منك انك تدخل كلمه المرور، وطبعا كلمه المرور اللي انت كتبتها بنفسك، تمام. انا هكتبها دلوقتي حالا. دلوقتي هيقول لك الشبكه متصله بالجهاز يتعذر توفير اتصال بالانترنت. يعني دلوقتي اي حد هيقول لك انا عاوز اطبع من البرنتر بتاعتك هيبدا من الخطوه دي، هيختار اسم الشبكه عادي جدا، وهتدي له الباسورد اللي انت عارفه، وهيروح على برنامج كانون دوت، تمام. هيروح بالطريقه دي كده، او هينزل برنامج كانون اللي هو كانون برنت انكيجيت اند سيلفي، هينزله من اب ستور او بلاي ستور، وهيجي تحت كده هيمشي ورا خطوات روتينيه. هيجي تحت كده هيختار ادد اند سويتش، وهيجي هنا عند اختار ريجستر برنتر، هيلاحظ البرنتر بتاعتك ايه جي 3020 سيريز، هيختارها كده وينتظر بس ان حد ما هي تتاكتف ويقدر يطبع بكل سهوله. طبعا الخطوات دي في البرنتر الجي 3420 اللي شفناها في حلقه النهارده والجي 3460 فقط اهو. الخطوه دي بيقول لك انك وصلت الموبايل بالطبع بنجاح. هنقفل كده ونقفل مره ثانيه، وتقدر تطبع بالخطوات الطبيعيه بتاعتك بكل سهوله. وبكده انتهينا من موضوع حلقه النهارده. اتمنى ان عجبكم، اتمنى الموضوع يكون عجبكم. منتظر اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد الساب من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.